رحب بحضراتكم من جديد. آخر فقراتنا في هذا الصباح النهاردة زي ما بيقولوا العيد عيدين، عيد الأم وعيد كمان متلازمة داون أو اليوم العالمي لمتلازمة داون، وطبعا من الأمراض أو مش المرض، هو في الحقيقة هو في خلل في الجين أو في كروموسوم من الكروموسومات الخاصة بالإنسان بيعمل يعني بعض المشكلات الشخص ده، لكن في الحقيقة هو بيكون إنسان مختلف جدا، إنسان ذو طبيعة خاصة، إنسان متفوق جدا يمكن كمان أكتر من الأصحاء، وبيتميز بقدرات خاصة، يمكن الذكاء بالذات بيميزه بشكل كبير. النهاردة معانا نموذج في الحقيقة نموذج يحتذى به للشباب ولكل الفتيات اللي ممكن حتى أصحاء أنهم لازم ياخدوا الحياة بجد، يعني يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه أو يقدروا فعلا يكون عندهم إرادة وعزيمة أن هم لازم يعملوا اللي هم محتاجينه في يوم من الأيام. عندنا مريم وجيه النهاردة، هي من يعني من الفتيات اللي هم أصيبوا متلازمة داون. هي كمان التحقت أول طالبة بتلتحق بكلية فنون جميلة بمنحة مقدمة من دكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة السابق، ودرست كمان في مشروع ألف قائد إفريقي بقسم ريادة الأعمال، وبقت أيقونة للشباب الأفريقي، وكمان بتدرس بأكاديمية الفنون قسم باليه الآن في الفرقة الثالثة، وحصل على كورسات في الكمبيوتر مركز النظم والمعلومات، وتم تكريمها خلال 4 سنوات بشهادات تقدير، وفي السنة الثانية فازت بدرع الملتقى على مستوى 36 دولة أجنبية وعربية. في الحقيقة كل الحاجات دي حازت عليها مريم، أكيد هنعرف تفاصيل كتيرة جدا منها ومن والدتها كمان اللي تعبت كتير أكيد عشان توصل لهذه المكانة. أرحب بمريم الأول، مريم وجيه، مشرفانا يا مريم، إزيك؟ كويسة؟ كل سنة وأنت طيبة يا مريم. معانا كمان مدام هناء أمين والدة مريم، مشرفانا يا مدام هناء، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبتدي بحضرتك يا مدام هناء، أكيد لما عرفتوا في الأول أول ما اتولدت بيبقى الموضوع صدمة شوية أو بتبقوا متخدين زي ما بتقولوا هنتعامل 20 سنة كمان يعني بالظبط، كان الموضوع سنة. صعب كمان غير دلوقتي، على الأقل دلوقتي الناس عندها ثقافة ووعي والموضوع أصبح تقبل احتياجات خاصة في العيلة يعني كان أو في المجتمع بصفة عامة كان صعب جدا يعني. قلنا بقى المشوار ابتدى ازاي يا مدام هناء؟ هو المشوار ابتدى من وهي عندها 40 يوم يعني، من اول بقى ما اكتشفنا ان هي داون، هي اتعرفت من اول ما اتولدت بس الدكاتره ما قالوليش يعني. حضرتك ما عرفتيش في ساعتها؟ ما عرفتش في ساعتها، كانت قبل كده يعني كنت بمر بظروف نفسيه مش كويسه، مامتي وحماتي توفوا في نفس الحمل فكان الدكتور خاف على نفسيتي اكتر يعني، فسكت ما اتكلمش يعني. فعلى دور على سن 40 يوم مريم اخذت دور التهاب رئوي حاد، وكانت بين الحياه والموت. فوقتها بقى في المستشفى واحنا خارجين بعد كمان ما تعافت، الدكاتره قالوا لنا ان مريم طفله منغوليه، كانت داون سندروم، ده ما كانش يعني دارس مش معروف قوي وعندها ثقب في القلب وعندها مشاكل صحيه وكده. طبعا الموضوع بالنسبه لي وبالنسبه لباباها كان صدمه كبيره قوي يعني، انا كل تفكيري ان مريم مش هتعرفني، مش هتقول لي يا ماما، مش هتتعلم، انا هخبيها، انا مش عايزه اخرج، عملت كل عكس كل اللي انا قلته طبعا خالص يعني. لقيت نفسي بروح يعني بروح بها للدكاتره وبعرف هي فيها ايه بالظبط، ورحت لدكتور الاطفال اللي اتولدت على ايده، فقال لي ان انا لازم اعمل تحليل كروموسومات علشان اعرف اذا كانت طفره او تحليل او هي وراثه يعني، في حد تاريخ في العيله يعني وكده. فالحمد لله هي طفره. فبدات بقى احط رجلي على اول حاجه اللي هو يعني اروح لمركز تاهيل يعني يساعدني ان مريم تقف على رجليها واشوف الدنيا فيها ايه. فعلا التحقت بمركز تاهيل لذوي الاحتياجات الخاصه، وبدات وحده التدخل بقى المبكر اللي هو تنميه مهارات، اتبعنا برنامج اسمه البورتج. ده من بدري قوي بقى من وهي عندها يعني، خرجنا من المستشفى كل ده كان ورا بعض يعني، كان حتى في اول سنه ده في اول شهور كمان، هي تقريبا كان في الشهر الثالث واحنا بنعمل بقى ده يعني 3 شهور. بدانا بقى نتبع البرنامج ده، تنميه المهارات في 5 مجالات، ادراكي ومعرفي ورعايه ذاتيه وحركي، كل ده علشان تواكب السن الطبيعي بتاعها يعني، علشان تقدر تمشي مع السن الطبيعي. والحمد لله كانت المؤشرات كلها كويسه يعني، كانت يعني كل حاجه في السن الطبيعي، النمو بتاعها كويس والادراك بتاعها كويس والانتباه بتاعها كويس، فكان مؤشر طبيعي كويس جدا يعني.
وانا كنت باخد دورات تدريبيه معاها كمان، لان هي فتره كبيره يعني فتره قليله مع الاخصائي، لكن انا فتره طويله معايا في البيت، فكنت باخد دورات تدريبيه علشان اقدر ان انا اهلها واهل اللي حواليها كمان من المجتمع نفسه. طيب ماري قولي لي بقى عملتي ايه؟ وكنا بندردش انا وانت، قلت اني برسم رسومات للطبيعه ورسومات جميله بقى انت عندك بقى يعني فنون جميله، انت اللي اخترتي فنون جميله يا مريم؟ انت كنت حابه كده؟ حضرت خضيفه جميله ساعتها. انت مين اللي دخلك يا مريم؟ مين اللي قالك تخشي فنون جميله؟ دكتور اشرف. دكتور اشرف قالك تدخلي فنون جميله؟ ايوه. طيب وبترسمي بقى رسومات حلوه؟ حسنا رسومات حلوه. ايه بقى بترسمي ايه؟ هرسم بورتريه هاني يونس. رسمت بورتريه للمستشار الاعلامي هاني يونس. رسمت بورتريه لهاني يونس. ايوه. وصبر الرباعي. وصبر الرباعي. وعميد قراره كمان. ومين تاني؟ حقي هدوي. وكمان تامر حسني. تامر حسني؟ طب انا بعد الفقره دي هستنى بورتريه ليا. ماشي اتفقنا، عشان نشوف بقى هتبقي فنانه مميزه ولا رسم بورتريه كده وخلاص. خلاص؟ هستنى بقى. مميزة. مميزة. طيب مميزة. طيب قولي لي بقى موضوع الباليه ده ايه يا مريم بقى؟ الباليه. انت اتدربت باليه كام سنة؟ من 3 سنين؟ حبيتي الباليه؟ هو مش باليه باليه، مش باليه ايقاعي زي اللي بنشوفه كده، لا هو بقى يعني رقصات. بس يعني علشان هم مش متدربين من صغرهم، لان احنا عارفين ان الباليه من الصغر. طبعا. فهم باليه رقصات وكده، بس الصراحه يعني حاجه حلوه جدا بتطلع طاقتهم وكده يعني. طيب عايز اعرف بقى الدراسه بتاعت مريم بقى، موضوع فنون جميله ده جه منين؟ والفكره جت ازاي؟ وفكره مش سهله يعني. طبعا فنون جميله من الكليات الصعبه جدا، كليات تقيله دسمه زي ما بيقولوا، وصعب ان الاحتياجات الخاصه الاعاقه الذهنيه بالذات ان هم يلتحقوا بكليات عمليه. دي بالنسبه لنا كانت انجاز يا مريم. اولا دراسات حره، فبرضه كان صعب جدا ان احنا الدراسات الحره كلها عملي. كان صعب جدا ان احنا، كان حلم بالنسبه لنا. هي دخلت ملتقى الدولي للفنون، ملتقى اولادنا، واللوحه بتاعتها نالت على اعجاب الدكتور اشرف رضا وكده، فوقتها اقتنى اللوحه بتاعتها واخدت درع الملتقى وادها منحه ان هي تكمل في كليه فنون جميله. كانت بالنسبه لي مفاجاه وامل كبير جدا وحلم كنت بحلمه. مريم الصراحه يعني قلبت كل الموازين في الكليه طبعا، فالحمد لله. هي درست جرافيك ودرست نحت ودرست جداريات، 3 اقسام. هي لسه في قسم رابع اللي هو التصوير الذاتي، احنا كده كده بنلون وبنرسم، فلسه ما دخلناهوش بسبب ظروف كورونا يعني. طبعا احنا كنا لينا مخاوفنا في الكليه طبعا وكده، اللي هو هل مريم هتتقبل الموضوع؟ هل مريم هتدرس؟ هتفهم؟ الدكاتره هيفهموها؟ هيقدروا يعني يبقى في لينك بينهم وبين بعضهم؟ هو بيعرفوا يتعاملوا كويس في الموضوع ده. لا صدقيني بيعرفوا يتعاملوا كويس جدا بحب. انا كنت لسه اقول لك ان حضرتك الحب اللي واصل ده بيخليهم ان هم يدوا يعني من غير ما تحس كده. اصل هو صعب انك تلاقي حد عايز يعمل حاجه ويبقى مجتهد وانت متاثر معاه يعني. بالظبط. لا هم كانت مريم لافته نظرهم جدا، اللي هو عايزين يعرفوا هي هتوصل لفين. حتى اي مشروع هي كانت بتنفذه قدامهم يعني، هم عايزين يعرفوا عشان ما يقولوش ان حد ينفذه هي اللي بتجيبه كده يعني. في الجداري، الجداري ده قسم صعب جدا، تالت قسم دخلناه كانت الدكتوره متخوفه جدا ان مريم تقدر تمسك الصوفه وتمسك سيراميك تقصه وكده، فكل حته فتفوته في المشروع كانت قدام عينيها يعني، فكانت منبهره جدا. وكانت اول واحده تخلص مشروعها كانت مريم. مريم ملتزمه، اولادنا ملتزمين. صحيح. جداً, جدا جدا جدا, جداً. يا مريم طب انت عايزه بعد ما دخلتي بقى فنون جميله خلاص بقى احنا قطعنا شوط، عايزه تعملي ايه بقى الفتره اللي جايه بقى؟ انا قاعده في البيت. عايزه تقعد في البيت؟ تقعدي في البيت؟ ما خلاص كنت قاعده. ما انا قلت عايزه تخشي كليه تاني، تقعدي في البيت خلاص؟ لا بتلون بقى في البيت على فكره. طب هتعملي يعني عايزين بقى نعمل مشروع كده، حاجه كده نعملها لمصر كده يعني، رسمه كبيره نعمل جداريه لمصر، ممكن تعملي ايه بقى؟ انا بترسم البورتريه.
مريم انت نفسك تعملي ايه؟ تعملي معرض بتاعك خاص بيكي؟ نفسها تعملي معرض خلاص؟ طب جهزي بقى موضوع شويه رسومات كده ونعمل معرض. احنا ان شاء الله على اخر السنه باذن الله هيبقى معرض باذن الله. طب خلاص هتدعيني عليه؟ وعد؟ وعد. هتقولي لي؟ خلاص ماشي. طيب بس الصوره كمان انا الصوره هستناها، وعد لو جبت لي الصوره انا هعرضها. وهكلمك في التليفون، ايه رايك؟ يعني خلاص لو رسمت الصوره في حلقه من الحلقات بتاعتي هكلمك وابعت لك ان انا اشوف الصوره دي. خلاص ان شاء الله. عايز مدام هناء سريعا بقى نصيحه بقى للناس اللي ممكن يجي لهم يعني صدمه في الاول لما بيخلفوا حد ويبقوا لازم لما حضرتك وصلتيها والعمر ده كله لازم تديهم نصيحه. بص هو المجال دلوقتي اتفتح قوي للاحتياجات الخاصه، وزاد لما سياده الرئيس يعني اهتم بيهم وظهرهم للمجتمع، فدلوقتي ما بقاش فيه المخاوف الجامده قوي في ان هم المجتمع يتقبل احتياجات خاصه. اي نعم بنلاقي تنمر برضو لسه، بس يعني مش اللي هو زي الاول. مش مهم التنمر، انا ده اللي انا بقوله للاهالي، مش مهم اي حد يتكلم اي حاجه، اقفلي ودنك واشتغلي مع ابنك وبصوا قدامك، هو ده اللي هتقدري توقفي. يعني ابني اساس، لازم نبني اساس قوي قوي علشان يقدر يديكي. يعني احنا كنت لما بشتغل مع مريم كنت بقول ايه، يعني زمان كنت بقول هو ايه اخرتها، هو انا هوصل لفين؟ لا وصلت الحمد لله. يعني كنت ببني وربنا كان بيسندني وفي الاخر وصلت. فبالصبر الصبر والشغل الكويس مع اولادنا هنقدر نوصل لاي حاجه. يعني احنا يعني النهارده بنقول لك كل سنه وانت طيبه، هي دي الام الحقيقيه بقى، يعني الناس اللي طيب. تعبت جدا والناس بذلت مجهود بالشكل ده، ربنا يكافئك عليه بشكل كبير. ربنا وكل سنه وانت طيبه وربنا يديك الصحه يا رب، طيب ويقدرك وخير على مريم ويفرحك بيها يا رب ان شاء الله. أمين. تشوفيها احسن الناس، وهي ما شاء الله احسن الناس يعني الحمد لله. ربنا مريم كمان بطلت عرب في السباحه ما شاء الله. طيب بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات ومواهب متنوعه يعني الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين وربنا يفرحك يا رب دايما. كل سنه طيبه يا مريم، مش هنسى الصورة خلاص. خلاص كل سنة وانت طيبة. شرفتينا يا مريم النهاردة. مريم وجيه نموذج مصري جميل جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة من متلازمة داون، حققت في الحقيقة ابداعات في حاجات كتيرة جدا. شرفتينا مدام هناء، شكرا جدا. شكرا لحضرتك. امين. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا. كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا جدا لحضرتك طيبة. في الحقيقة ده خير ختام جرعة من الأمل والتفاؤل إن احنا نديها للناس النهاردة في يوم خاص في عيد الأم. هي دي الأم اللي بتضحي وبتتعب، وفي الحقيقة كل الأمهات ربنا يمتعهم بالصحة والعافية، ومتع أمي طبعا بالصحة والعافية جميعا يا رب. ربنا يديهم الصحة، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين وبألف خير إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فرقة العمل.